الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نستعين بنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا رب لما تحب وترضى. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب بشرح ابن قاسم الغزي، ومتن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، مدفون في مسجد النبي الآن، القاضي أبي شجاع داخل المسجد نفسه الشريف، لأنه لما وصل الأربعين من عمره وكان قاضي القضاة ترك الدنيا وجاور في المدينة المنورة يكنس المسجد الشريف، فظل يكنس المسجد الشريف وطال به العمر إلى أن بلغ 160 سنة، يعني قعد 120 سنة شغال كناس في مسجد النبي، وبعدين قعد يترقى في الكناسة لحد ما بقى هو كناس الحجرة الشريفة. فلما ايه بقى بيكنس الحجرة الشريفة سنوات عديدة، فلما مات كانت الحجرة الشريفة وخلفها فراغ، لسه ما كانش دخل توسعة المسجد، فراحوا دفنوه خلف الحجرة الشريفة، كان لسه فراغ خارج المسجد، فلما حصل توسعة دخل قبره داخل المسجد. ده سيدنا القاضي أبي شجاع صاحب هذا المتن اللي هو شرحه ابن قاسم الغزي، وله شرح كثيرين، فهو متن مبارك. وبعدين بعد كده الامام البيجوري عمل عليه حاشيه غير حاشيه البرماوي، البرماوي كان محشي عليه قبل الامام البيجوري، الامام البيجوري عمل عليه حاشيه ثانيه، عشان كده ساعات الشيخ البيجوري ابراهيم البيجوري يقول وقال المحشي، يقصد البرماوي اللي قبله، لكنه عامل حاشيه عليه. كنا قرانا في الجلسه الماضيه الجزء الاخير في زكاة الفطر، وكان قايل هنا ترتيب الأقوات، ترتيب الأقوات ازاي تخرج القوت بأي ترتيب، يعني تطلع مثلا بر الأول ولا تطلع شعير ولا ايه بالظبط، فهو عاملهم بترتيب، وعامل بيتين شعر كده، بيتين شعر كنت ايه مش فاهمهم، وبعدين في الآخر ايه ربنا يسر لنا فهمهم. فبيتين الشعر اللي موجودين دول شوف مكتوب عليه ايه، بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل. كويس؟ البتين الشعر اللي قدامك. بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل. دي فزورة كده. فهم ايه جوابها ايه؟ قال له حروف أولها، حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقل. فجاب لك البيت الأولاني أول كل كلمة حرف من إيه؟ من الحاجة اللي هتخرجها بالترتيب. بالله الباء البر. سل يبقى السلت. شيخ الشعير. مش كده برضه؟ ما هو قايلهم فوق. قايل بالترتيب كده. قايل فوق بالترتيب، شوف. الشعير في الاعلى، فالاعلى عندك انت في الاعلى البر، يبقى الباقي البر بالله، وبعدين السلت نوع من القمح، فايه سل بقت السلت، شيخ شعير، ذي ذرة، رمز تبقى رز، حكى حمص، مثلا تبقى ايه الماش، وعن عدس، فور فول، ترك تمر، زكاة زبيب، الفطر
الأقط، لو لبن، جاهلة جب. فهمت بقى اتحلت ازاي؟ زي ايه؟ في ابيات الاشعار اللي كانوا بيعلموها لنا في قواعد التلاوه، يقول لك حروف مثلا الاخفاء، قف ذا سنه كم جاد شخص قد سما، زد في تقى ضاع ظالما، عشان لما تجيب كل كلمه اول حرف تعرف دي حروف الاخفاء. فهو راح عاملها لك هناك ايه في بيتي يعني عشان تحفظها يعني. فقال بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاه الفطر لو جاء. فقام التاني جاوبها له، قال له حروف او حروف اولها جاءت مرتبه اسماء قوت زكاه الفطر لو عقل. فهمتها بقى؟ طيب نيجي بقى، احنا كده خلصنا، بس احنا قلنا ايه؟ لان عديناها الدور اللي فات ايه، ما كنتش فاهمها كويس، فالوقت ايه ربنا حلها لنا. نيجي بقى في قسم مهم في الزكاه، وهو اخر قسم، وهو في قسم الزكاه على مستحقيها، اللي هي يسموها احنا مصارف الزكاه. احنا دلوقتي جمعنا الزكاه، بقت عندنا متجمعه في بيت مال المسلمين، او انا جمعت زكاه مالي كمالك، والايه والحاكم موكلني في توزيعها، زي الايام دي الحاكم ما بيلمهاش، سايب كل واحد يطلع زكاه ماله براحته، ما يمنعكش من اخراجها، وفي نفس الوقت لا يطالبك باخراجها، يبقى كانه وكلك ان تخرجها بالنيابه عنه. ده الحاكم الوقت كده، مش كده برضه؟ ما بقاش في بيت مال المسلمين. يبقى انا لما اخرج زكاه مالي اوديها فين؟ ولو جه الحاكم في يوم من الايام قال انا هجمع الزكاه واعمل بيت مال للمسلمين، الحاكم يصرفها ازاي؟ ادي ده موضوع يعني باب النار. باب في قسم الزكاه على مستحقيها. بيقول هنا في الهامش مع شرح ابن قاسم الغزي، فصل، وتدفع. الكلام ده طبعا في فقه السادة الشافعية، لأن في تفاصيل مختلفة شوية في المذاهب الأخرى. فصل، وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. عرفنا ان دي بتاعت الزكاة ليه؟ لان ربنا قال فريضة من الله بعدها، يبقى دي الصدقة الفريضة، والصدقة الفريضة تبقى الزكاة الى اخره. هو ظاهر غني عن الشرح، يعني ظاهر من حيث ايه؟ معرفة العدد. غني عن الشرح من حيث معرفة الايه؟ العدد، الا معرفة الاصناف. لكن ناقص بقى يتشرح مين هو الفقير ومين هو المسكين ومين الغارم ومين المؤلفة قلوبهم، عشان تعرف التفاصيل. إلا معرفة الأصناف، فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. الفقير في الزكاة اللي مالوش كسب خالص، يعني هو بيحتاج في اليوم عشان يعيش هو وعياله 20 جنيه، وما بيدخلوش حاجة خالص خالص، أو بيدخل له جنيه ولا 2 جنيه، ده يبقى فقير. كويس؟ فالفقير ايه؟ اشد من المسكين، دي اول حاجه. اما الفقير العرايا، في باب العرايا هتاخدها، احنا كنا شرحناها في البخاري في العرايا. فقير العرايا اللي هو ايه؟ فهو من لا نقد بيده. العرايا اللي هو عنده تمر وما عندوش رطب، وفي موسم الرطب ولاده قاعده تعيط عايزين رطب يا بابا، وهو ما عندوش مال يشتري رطب، لكن عنده تمر خزن في البيت، لكن تمل العيال الصغيره تشتاق للايه؟ للفاكهه الجديده. فيبقى هو عنده تمر لكن ما عندوش رطب وما عندوش نقد يشتري تمر. كويس؟ ما عندوش سيوله. يبقى ده اسمه فقير العرايا. ساعتها ممكن يشتري في حدود 5 اوسق رطب بخرسه، يعني يبدل تمر، التمر اللي عنده يبدل ويجيب بداله رطب في حدود 5 اوسق. كويس؟ في حين ان ده في الربا، لان الرطب هو عباره عن تمر فيه كميه ميه، فمش هتقدر بالظبط تحسب الكيل بالظبط، لان المفروض يبقى فيه التماثل، لانه متحد الجنس وهو جنس ربوي، مش كده؟ يشترط التماثل والتقابض والحلول، والا نقع في الربا. يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني العرايا
من ايه؟ من حرمة الربا بالرغم من وجود علة الربا لشدة حاجة الايه؟ الفقير. يبقى العراية فيها علة الربا إلا أنها مباحة. أباحها النبي بس في حدود ايه؟ خمسة أوسط. علشان يخلص ايه؟ إن الفقير ده اللي ما عندوش إلا تمر وما عندوش رطب، والعيال شايفين ايه ولاد الأغنياء ماسكين الرطب بياكلوها رايحين جايين ويغيظوهم، ويروحوا لأبوهم يعيطوا عايزين رطب، اشمعنى فلان بياكل؟ يقوم يحل، والراجل عنده تمر في البيت كتير لكن ما عندوش رطب، معهوش فلوس يشتري. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له، يسموها العارية. يقوم ايه؟ يجيب واحد يخرس، يبص للتمر كده في النخلة، يقول له اه التمر اللي في النخلة دي ممكن لو الرطب اللي على النخلة دي لو صار تمرا يبقى مثلا 20 كيلو بالتخمين كده. يقوم يروح للراجل صاحب النخلة يقول له تديني الرطب ده وتاخد 20 كيلو التمر من عندي؟ يقول له موافق. يروح مديله 20 كيلو التمر، ويروح ايه؟ مخليه بينه وبين النخلة. يقوم يجيب للعيال كل يوم رطب بقى ويفرح. فهمت بقى؟ ادي ما فقير العراية. يبقى فقير العراية غير الفقير اللي باب الزكاة. فقير العراية قد يكون غني لكن ما عندوش ايه؟ سيولة. يكون غني لكن ما عندوش سيولة يشتري، فيبقى ده يجوز له العراية مع غناه. لكن ما ينفعش فقير العراية ده اديله زكاة مال لانه مش من الفقراء، ده عنده اموال وعنده وعنده. فهمت؟ قد يكون عنده مواشي وعنده ابل وعنده عربيات نقل شغاله في السوق وكل حاجه، بس ما عندوش سيوله. فهمت بقى؟ اما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده. والمسكين، يبقى خلصنا الفقير، الفقير عرفناه. طيب والمسكين ماله بقى؟ من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج الى 10 دراهم وعنده 7. ده راجل بيشتغل وكسيب وكل حاجه، يخرج الصبح يشتغل يوميته 15 جنيه لكن هو محتاج علشان يعيش كويس 25 جنيه. ال 15 دي مش مكفيه مع انه بيشتغل طول النهار، بس هو يوميته 15 جنيه يبقى ده مسكين. يبقى ايه؟ نديله برضه زكاه. واضح؟ يبقى الفقير ما بيشتغلش خالص، عاجز عن الكسب، ما بيجيلوش حاجه، او بيجيله دخل بسيط قوي لا يسمى دخلا. هو محتاج 20 جنيه في اليوم، يجي له 2 جنيه 3 جنيه ولا ما بيجيلوش حاجه، يبقى ده اسمه فقير. لو قلنا المسكين وسكتنا يبقى الفقير والايه والمسكين دخلوا مع بعض، ولو قلنا الفقير لوحده وسكتنا يبقى دخل مع المسكين، لو جمعناهم يبقى حصل فرق. فيقول لك اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. اما اقول لك خذ هذا المال واعطيه لفقير وسكت، لو اديته المسكين صح. ولو قلت له خذ هذا المال واعطيه لمسكين، لو خدته وطلعته اديته لفقير صح. لان لو قلت مسكين وسكت دخل مع الفقير، ولو قلت فقير وسكت دخل مع المسكين. طب لو قلت له اعطي هذا المال نصفه لفقير ونصفه الاخر لمسكين، يبقى هنا افترق. واضح بقى الكلام؟ عشان كده الآية لما جت قالت إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجمعتهم يبقى ميزت بينهم. إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. خدت بالك؟ والعامل والعاملين عليها، مش الآية بتقول والعاملين عليها نمرة 3؟ والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، ياخد مرتبه ده من الزكاة نفسها العامل. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ايه هم؟ وهم 4 أقسام. أحدها مؤلفة المسلمين، في مؤلفة كفار بديهم أموال علشان ما يحاربونيش ولا أنا أحاربهم، ما نضيعش وقت بعضنا. كويس؟ معاهدات بين بعض الدول، معاهدة نزع سلاح على الحدود، لا أنا عايزك تحاربني ولا أنا هحاربك، عاملين معاهدة. يقوم هو التاني بقى أقوى مني شوية، يقوم يقول طب أنا علشان ما أحاربكش بقى هتديني إيه؟ أقول له هدي لك مثلا 5 مليون دولار كل سنة. خلاص؟ مثلا. يبقى ده تأليف قلوب الكفار. دي ال 5 مليون دولار دي مش من الزكاة، لأنه ده كافر. لأنه شرط آخذ الزكاة يبقى مسلم. خدت بالك؟ يبقى في مؤلفة الكفار ما بياخدوش من الزكاة. ياخدوا بقى من مال الدولة اللي جاي لها من دخول أخرى. غير دخول الزكاة، واضح؟ لأن الدولة ليها دخل يجي لها من حتة تانية،
يجي لها من الغنائم، من خمس الغنائم، يجي لها مثلا من خراج الأراضي، يجي لها مثلا من الجزية اللي بتجمعها من غير المسلمين اللي عايشين في أرض الإسلام، بيجي لها مثلا من السياحة، يجي لها مثلا من دخل قناة السويس، من البترول اللي بتبيعه، يجي لها من حاجات كتير، كويس؟ يجي لها من حاجات بتصدرها، حاجات وهكذا. يبقى ممكن تدفع المبلغ ده بقى من أي دخل تاني، لكن الزكاة للمسلم. واضح؟ فعلشان كده يقول لك هنا إيه؟ والمؤلفة قلوبهم، وهم أربعة أقسام، أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم ونيته ضعيفة. يعني واحد مسلم بس ضعيف لسه، داخل في الإسلام جديد ضعيف. فأنا بديله شوية فلوس كده عشان إيه؟ يقول والله ده الإسلام ده، والله من ساعة ما أسلمت ورزقي وسع، والإسلام ده وشه حلو عليا. يقوم يثبت بقى في الإسلام ويبقى كويس. أحببه في الإسلام يعني. وعمل كده النبي كتير مع ناس حديثي اسلام، كان يديهم ما بين جبلين شياه ويديهم ما بين وهكذا. يبقى وهو من اسلم ونيته ضعيفه فيؤتلف بدفع الزكاه له. وبقيه الاقسام في المبسوطات اللي هي اقسام من مؤلفه قلوبهم. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابه صحيحه. الرقاب اللي هي يعني الاماء والعبيد اللي هم الرقيق يعني. إذا كان عبد رقيق مكاتب يعني بيعمل عقد كتابة مع سيدي عشان يشتري نفسه يتحرر، فعجز عن سداد النجوم اللي هي الأقساط، يبقى ساعتها نديله من الزكاة ما يفي نجومه عشان يتحرر، كويس؟ دي في الرقاب. لكن ما اشتريش رقاب أحرره. واضح؟ انا بقى كحاكم ما اطلعش اشتري من بيت مال المسلمين رقاب واحرر، لا، انا ادور على الرقاب اللي هي مكاتبه كتابه صحيحه وبعدين عجزت عن سداد الدين، اديهم بقدر ما عليهم من نجوم، كويس؟ لكن ما ادهمش ازيد من كده، لان يمكن هذا العبد عجز عن سداد الديون لكن عنده قدره على الكسب، فانا لما احرره من سيدي عنده في ايده صنع يقدر يشتغل ويكسب، خلاص ماليش دعوه، ما ادلوش من الزكاه الا بقدر ما احرره. واضح؟ يبقى وهم الرقاب وهم المكاتبون كتابه صحيحه، واما المكاتب كتابه فاسده فلا يعطى من سهم المكاتبين. واضح؟ والغارم، قال لك والغارمين بعد ايه؟ وفي الرقاب والغارمين. والغارم على ثلاثه اقسام، الغارم المدين يعني. المدين اللي احنا بلغه المصريين يقول لك المديون، فهمت؟ مديون اللي هو المدين. طب واللي عايز منك الفلوس يسمى دائن. دائن يبقى في دائن ومدين. مدين اسم مفعول يعني وقع عليه الدين، ودائن اسم فاعل يعني هو اللي بيطالب بايه؟ بياخذ، عشان ما تتلخبطش. والغارم على ثلاثه اقسام، أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين. يبقى أول نوع من الغارمين راجل أهل وجاهة في بلد من البلاد زي عمدة بلد ولا راجل من الأعيان، حصلت خناقة بين أسرتين علشان لو قتيل من الأسرة الفلانية مش عارفين مين اللي قتل، فالأسرة دي قالت آه إحنا بيننا وبين الأسرة اللي قدامنا دول عداوة أكيد حد منهم، فدول جهزوا إيه المدافع بتاعتهم ودول جهزوا المدافع بتاعتهم وهيتعمل بقى مقتلة. يوم هو يقول لهم يا سيدي أنا ديته عليا، أنا هدفع لكم ديته وما تتخانقوش ولا تقتلوا بعض، يروح دافع له ديته القتيل لأهل القتيل دي، لأن التانيين مش معترفين إنهم قتلوه، هيدفعوا ليه؟ ما عندهمش قاتل، هم بس متهمينهم كده لكن هم ما قتلوهوش، فهيجمعوا إزاي يجيبوا لهم مليون جنيه دية؟ ومليون جنيه الدية قرب المليون جنيه دلوقتي، مبلغ كبير، طب وأنا أدفعه ليه؟ طب أنا وأنت متهمني وأنا ما حدش قتله من عندي، والتانيين يقول لك إحنا راسنا قال أنتوا اللي قتلتوه، وهيدخل الشيطان بين الناس ويقتلوا بعض. يجي الراجل الطيب ده اللي من الاعيان ده، راجل بقى ايه من اهل الوجاهه عند الاسرتين، ليه كلمه مسموعه، واخد بقى، في يوم يقول لهم خلاص يا ديته في رقبتي انا اللي حد لكم ديته، واهدوا بقى لحد ما يبان له قتيل قاتل ديته كم مليون،
طيب ادوني مهلة على ما جمعها، لكن ديته معايا انا ضامنها لكم. يبقى اصبح مدين بمليون جنيه. فجأة بعد ما كان راجل غني من الاعيان بقى ركبته الديون، بقى مديون بمليون جنيه. اهو ده بالرغم ان هو راجل غني وعنده فدادين ارض وعنده وعايش في قصر وكل حاجة وعنده عربية احدث موديل وكل حاجة، بقى ايه غارم لانه بيصلح. حتى لو قدر بعدين بالوفاء، لكن هو ما عندوش الوقت، يقوم يجي بيت مال المسلمين يروح دافع له المليون علشان ايه؟ يشجع الناس على مكارم الاخلاق، يشجع الناس على ايه؟ على انهم يصلحوا ذات البين، واخد بالك، ويمنعوا المفاسد اللي بتحصل. لكن افرض ان انا رحت مسدد لهم نص مليون وقلت لهم اصبروا عليا بقى سنه كده على ما اديكم النص التاني، فجم هنا في خلال السنه دي جم بتوع الزكاه عدوا على المنطقه بتاعتي فعرفوا ان انا مديون بنص مليون، روح مسدد النص مليون. ما يسددوش اللي سددته، يسددوا اللي عليا. كويس؟ او انا اديته لهم خالص فجاء بتاع الزكاه لقاني مسدد خلاص ما يدينيش. واضح؟ لو بقي عليا يدي اللي باقي وما يدينيش اللي دفعته. واضح؟ ده اول نوع. فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين نقف عند وأما في سبيل الله دي إيه بس، نقرأ في الحاشية لحد هنا لو عرفنا نخلص اللي في الحاشية، نشوف في الحاشية الشيخ البيجوري قايل إيه بقى في الكلام ده. فصل في قسم الزكاة على مستحقيها، قسم يعني تقسيم يعني. وهذا هو المراد من قول بعضهم في قسم الصدقات على مستحقيها، فمراد الصدقات الواجبة، وإن كانت الصدقات تشمل المندوبة أيضا. فإن صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كل دي في الصدقات النوافل. ويسن أن يتصدق بما يحبه. أما يجي بقى يتصدق في النوافل يتصدق إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من أطايب ماله. لما يطلع بقى يطلع من أطايب ماله. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويحرم المن بها. وما يصحش لما يتصدق يمن على ايه؟ على اللي اداله الصدقه. لحم كتفك من خير، ده انا اللي مربيك. انت ناسي لما كنت في الكليه مش قادر تدفع مصاريف الكليه كنت بدفعها لك، وفي الاخر جاي تطالف عليا يا مجرم، يقعد بقى يذل انفاسه. ما يصحش كده، يصحش خالص يجيب سيره يعملها لله، مش اشتراها هو. ده انت لو قلت كده لابنك يمكن ابنك يتضايق منك، مش كده برضو؟ كل ما تقابله: انا اللي مربيك، انا اللي ماكلك، لولايا كنت هتضيع يا واد. يا الواد يسيبك ويروح يشتغل عجلاتي، يقول لك مش عايز جامعنا. انتوا هتذلونا ولا انتوا تخلفونا عشان تذلونا؟ لان الانسان اصل ربنا خلقه عزيز، عنده عزه جواه، يعني يجوع ولا يتذل ولا يشبع ويتذل، الانسان طبيعته كده. فما تذلوش، ما يصحش، خدت بالك؟ انت بتعملها لله خلاص بقى. وعلشان كده: ويحرم المن بها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مش قايل الايه كده؟ الايه واضحه. ويحرم المن بها ويبطل بها ثوابها. ويبطل به اي بالمن ثوابها، ثوابها. ويبطل او ويبطل هو به ثوابها، ينفع كده؟ أو تقول: ويبطل به بالمن ثوابها، يعني ينفع كده وينفع كده. حكم بتوع النحو دول ما يغلبوش، انت عارف. بس هي معطوفة على يحرم. ها؟ طب ايه يعني؟ ما انا ممكن اعملها ويبطل، اقول ويبطل. لو قلت ويبطل يبطل المان ثوابه، ولو قلت يبطل يبقى ثوابها فعل، مش كده برضه؟ ينفع كده وينفع كده. ويسن أن يكثر من الصدقة في رمضان. يسن إنه إيه؟ خد بالك إن الصدقة النافلة في رمضان لها ثواب الفريضة. أي خصلة خير في رمضان تعملها تطوعية
لها ثواب فريضة، والفريضة في رمضان بسبعين فريضة. شفت ازاي؟ ومن هنا من الحديث ده عرفنا ان الفرض يسبق السنة بسبعين درجة. شفت بقى ازاي؟ عرفنا من حديث النبي ده. لولا حديث النبي ما كناش عرفنا. احنا عارفين الفرض افضل، بس افضل بقد ايه ما نعرفش، الا الحديث ده اللي بين لنا بقى. حديث رمضان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من قدم فيه خصلة من خصال الخير فكأنما قدم فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه فكأنما أدى سبعين فريضة فيما سواه. الحديث كده جزء من حديث طويل، خطبة النبي في رمضان لما قال. يبقى ويسن أن يكثر من الصدقة في رمضان. الصدقة التطوع مش الزكاة. يجي كل المسلمين يطلعوا زكاتهم في رمضان، طب والفقير ما عنده 11 شهر تاني جعان؟ يوم ما نطلع كلنا في رمضان، طب والفقير بقيت السنة يجوع؟ يبقى انت بتطلع زكاة مالك الفريضة عند حولان الحول، ملهاش دخل بقى رمضان فيها ولا مش فيها. ده انا عندي نصاب، بلغ النصاب ده بجمادى الاخر، يبقى جمادى الاخر السنة اللي بعدها اطلع زكاة. بلغ هذا النصاب في محرم، يبقى اطلع في محرم. في ربيع اطلع في ربيع، وهكذا. انما رمضان يسن بقى ايه؟ اطعام الطعام وافطار الصائم ونوافل الخير كلها والصدقات مطلقا اللي هي التطوعية دي كلها. ما هو برضه فريضة الزكاة لو طلعها في رمضان هتبقى ثوابها كبير، بس انت مش مقيد انك انت حال عليك الحول وبلغ النصاب في رمضان، مش كل واحد كده. تطلعها مقدما لكن ما تطلعهاش مؤخر، لك ان تخرجها مقدما. واخد بالك ازاي؟ لكن لا تخرجها مؤخرا. لكن مراعاة الفقير في طول السنة اولى من ان انا اراعي ان انا اخد الثواب الاعلى، لان انا بعامل ربنا بقى. فمراعاة الفقير اولى من ان انا اتاجر بقى ايه التجارة بتاعتي دي، لان ممكن ربنا يضاعف لي في الايام العادية بسبعمائة ضعف، مش كده؟ ويزيد. كل الحكاية صدق مع الله. وامام الحاجات برضو يسن ان يكثر الصدقات امام الحاجات. موسم دخول مدارس يطلع الفقراء لانه مزنوق عنده عيال وهيدفع مصاريف المدارس. الشتاء دخل والدنيا برد شويه ومحتاج بطاطين، يروح مدي صدقات عشان يشتري بطانيه. الدنيا بقت غاليه دلوقتي والاسعار غليت، يطلع شويه صدقات عشان يساعد الناس. حصل وباء وامراض انتشرت والناس كلها بتتعالج، يطلع صدقات عشان الناس محتاجه تدخل المستشفيات، وهكذا. يبقى امام الحاجات، لما يحصل حاجه من الحاجات. حصل زلزال وبيوت اتهدت والناس بقت قاعده في الشوارع علشان تستنى اماكن تأويها، يبقى دي كل الحاجات دي يسن انك انت تخرج فيه. وامام الحاجات وفي ازمنة وامكنة فاضلة. وبرضو تختار الازمنة الفاضلة، الاوقات الفاضلة، يوم جمعة تتصدق فيه، ايام الاعياد، ايام الحج، في العشر الاوائل من ذو الحجة، دي كلها ازمنة فاضلة. في شهر ربيع النبوي اللي اتولد فيه النبي، تبدي فرحك بانك انت تطعم الناس. شهر رجب، حتى احنا اتولدنا تلاقي جدك مثلا كان زمان يذبح ذبيحه في رجب، ويجي في شهر ربيع يروح ذبح ذبيحه علشان ايه؟ فرحان بالنبي. وهكذا كل ما يفرح يروح ذبح ذبيحه، كانوا زمان الناس طيبين كده. كل ما ياخد سكن جديد يروح ذبح ذبيحه، يشتري عربيه ولا فرس جديد يروح ذبح ذبيحه ماكل الناس. احسن كما احسن الله اليك، كل ما ربنا يحسن اليك بنعمه تروح انت محسن بحاجه ثانيه، وهكذا. ابنه كان مريض مرض مثلا عضال وبعدين ربنا خد بيده وخف، يروح ذبح له ذبيحه، أو مطلع مبلغ كبير، وهكذا. تلاقي باستمرار أي أهل الخير شغالة طول السنة بتطلع. يبقى في أزمنة وأمكنة فاضلة. بيعمل عمرة ففي الحرمين يستغل فرصة إنه في الأراضي المقدسة ويطلع لفقراء الحرم. يعني مش شرط يبقى عليه دم علشان يذبح دم. لا، ده يروح هناك ويذبح وهو معلوش دم. كمان. لأن دي أمكنة فاضلة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم حج. وكان قارن، وكان القارن عليه خروف. النبي ذبح 100 جمل وكان عليه خروف، وكان معاه زوجاته بيحجوا، ذبح لهم 7 بقرات، مع ان بقره واحده او بقرتين تكفي عن كام؟ عن 14، وهو زوجاته كانوا 9. يعني لما يجيب بقره ويجيب خروفين عن زوجاته انتهت، لكن النبي يذبح 7 بقرات عن زوجاته و100 ناقه عن نفسه في حجه كان مفردا فيها، يعني ليس عليه هدي اصلا.
بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الايام اللي ما يحجش فيها وقاعد في المدينه يبعت مع اللي بيحجوا هدي يذبحوه هناك، يقول له انت رايح تحج خد معاك العشر جمال دي اذبحها هناك، خد معك، وهكذا. يبقى الاماكن الفاضله يختار برضه ويعمل، مش يروح يتلكك عند الشيخ لما يكون عامل محظور كمان ومرتكب محظور، والشيخ يقول له عليك دم، يقول له طب ما فيهاش حل تاني يا عم الشيخ، عند كل المذاهب ولا في مذهب، يقعد بقى ايه يعصر في الشيخ انه بيعصر دمل، لحد ما الشيخ يقول له اه والله في راي ضعيف بيقول ان دي سنه مش واجب، لا دم عليك، يقول له الله يفتح عليك يا عم الشيخ سلام عليك، يروح فرحان بقى. ما يعني ما يصحش، انت ربنا موسع عليك ودي اماكن فاضله، خلاص طلع بقى واكل، واخد بالك، وتستفيد وتفيد. وبعدين الفلوس دي كلها مخلفه، اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا، والحكايه دي مجربه عند اهل النفقه، الناس اللي بينفقوا كتير دول مجربينها مع ربنا كويس بحيث ان يقدر يحلف عليه، انما انت عشان ما جربتهاش مقرم دي مساله ثانيه بقى، لكن جرب كده تلاقي كل ما تنفق ربنا يخلف عليه، دي معروف. وفي ازمنه وامكنه فاضله يختار برضه يزود الصدقات في الحاجات دي كلها، وان يخص بها اهل الخير، ولما يجي بقى ينفق يطلعها مثلا لاهل القران، للناس الفقراء اللي بيحافظوا على الصلاه كل ايه في المسجد وهو عارف انهم فقراء، اللي هم اهل الصلاه، ائمه المساجد دلوقتي برضه يعني مرتباتهم ضعيف والحياه غاليه ومحبوسين في المسجد، مش عارف يروح يشتغل شغله ثانيه، ما يعرفش كمان يشتغل شغله ثانيه عشان ايه وظيفته امام حاجه محترمه، فما ينفعش يروح يبيع لب، ما ينفعش يروح يبيع عصير اصلا، فمحبوس في وظيفته وبياخد كام؟ بياخد في الخطبه 11 جنيه وخطبه الجمعه مره كل شهر كل اسبوع ولا 12، بعد ما يتخصم منها مش عارف ايه ياخد تطلع له بتاع 9 جنيه واخد بالك؟ 9 جنيه كل اسبوع في اربع جمع يبقى هيشيل على قلبه كام؟ 36 جنيه، ايه 36 جنيه في اربع جمع يعني؟ يعيش ازاي؟ ده مواصلاته لحد بيته رايح جاي للجامع هيدفع عليها اكتر من كده، صح ولا لا؟ ده لو جاب سندوتش من مؤمن عشان جاع واخد بالك في يوم من الايام يبقى خلاص خلصت ال 36 جنيه وبقيه الشهر ما يبقى وجبه في الشهر، هتبقى عمليه صعبه، فيبقى دول برضو اهل خير تديهم. الناس اللي قاعدين يحفظوا اولادنا القران في المساجد هطلع لهم واديهم ليه؟ علشان اثبتهم في تحفيظ القران، بدل ما يلاقي الحكايه مش مربحه يسيب تحفيظ القران ويدور يشتغل شغلة تانية، وبعدين في الآخر نخلف عيالنا ندور على حد يحفظهم ما نلاقيش، لأن كلهم بيشتغلوا بره، فاهم؟ يبقى الحاجات دي تختار أهل الخير دول علشان هم دول اللي إيه اللي بيثبتوا يعني أركان الأرض، بتمنع يمنعوا منها الزلازل والبراكين، وبيمنعوا بيخلوا الشمس تطلع كل يوم، ما هو لولا شيوخ واخد بالك ركع وأطفال رضع وبهائم رتع على صب عليكم العذاب وصب، هم دول الشيوخ اللي قاعدين يحفظوا العيال القران، هم دول الشيوخ اللي بيصلوا بالناس ويعظوهم ويعلموهم ومتفرغين لهذا، فتاخد بالك منهم. وان يخص بها اهل الخير والمحتاجين، وطبعا المحتاجين طبعا دي مش محتاجه حاجه، ودفعها سرا افضل، وايه لما يحب بقى يديها يديها سرا افضل، الا اذا كان ممن يقتدى به. لو كان بقى من الناس اللي ايه هو من العلماء الاكابر المشاهير الناس كلها تحب تقلده، يبقى ساعتها ينفق جهرا كده عشان الناس كلها تستحي على عينها الاغنياء، ويقول شوف ده عنده ربع اللي عندنا وطول النهار قاعد ينفق واحنا اغنى منه الف مره، لا والله احنا ننفق زيه، يقوموا يقلدوه بقى، خدت بالك؟ يبقى ايه جهرا لو كان ممن يقتدى به، وسرا لواحد زي حالتنا لا يقتدى به. وذكر المصنف لهذا الفصل هنا وذكر المصنف لهذا الفصل هنا المصنف اللي هو ايه ابي شجاع حط قسم الصدقات هنا الزكاة على مستحقيها في الباب ده، حطه في باب الزكاة هنا تبعا للامام الشافعي في الام، انسب من ذكر المنهاج له تابعا للميزانيه بعد قسم الفيء والغنيمه. لان اصل ممكن تقسمه ما هي فيها وفي سبيل الله، مش كده؟ فممكن انا احطه في باب قسم الغنائم، صح ولا لا؟ وممكن احطه في باب قسم الزكاه اموال الزكاه.
فبيقول لك ان هنا انسب من بعض الكتب اللي حطيتها في باب الفيء والغنائم. قول وتدفع اي فورا اذا تمكن من الاداء بحضور مال واخذ للزكاة وخلو مالك من مهم ديني او دنيوي. يبقى تدفع يعني فورا عند التمكن من الاداء بحضور المال، المال قدامك وانت وجب عليك والمال عندك طلعه على طول. طب وجب النهارده لكن المال هيجي لك بعد اسبوع، خلاص انتظر بعد اسبوع. خدت بالك؟ وديعه لو فكتها النهارده هتخسر كتير، بعد اسبوع مش هتخسر كتير، خلاص استنى اسبوع ما يجراش حاجه طلعها بعد اسبوع. لكن لو حضر المال طلع على طول، تدفع فورا. واخذ للزكاه، اذا حضر المال وحضر الفقير او المسكين يبقى اجلها ليه؟ وانا كمان فاضي اللي هطلع الزكاه، مش مشغول. لكن جه حان اليوم ده اللي انا مسافر فيه الفجر للحج، فانا هنا مش عندي في مهمه دينيه، اما ارجع بقى. فهمت ازاي؟ او اوكل غيري، يا اما اما ارجع يا اما اما اوكل غيري، او انا مشغول في امر دنيوي. يعني قالوا لي انت محتاج جراحه، ميعادك في الجراحه تعملها يوم كذا 9 الصبح، تبقى في المستشفى صايم، واليوم ده هو يوم اخراج الزكاه بتاعك، يبقى انا مشغول بامر دنيوي بعالج نفسي. خدت بالك ازاي؟ يبقى وهكذا. يبقى اذا كنت مشغول يبقى اجلها حاجه بسيطه، كام يوم، اسبوع اتنين لحد ما تتوفى. اذا تمكن من الاداء بحضور مال واخذ للزكاه وخلو مالك من مهم ديني، مالك يعني مخرج للزكاه، مالك للمال يعني، من مهم ديني او دنيوي، لان حاجه المستحقين اليها ناجزه، لان حاجه الفقير اليها حاله ناجزه يعني محتاجها الوقت. كويس؟ نعم له التاخير لانتظار قريب او جار او احوج. صحيح ان هو لازم يأخر لو عنده جاره فقير وكان مسافر وهيجي بعد يومين ثلاثه اسبوع وهو عارف انه فقير ينتظر شويه، او فقير قريبه وهيجي له بعد شهر فمنتظر قريبه، او في واحد احوج وافقر بس هو هيسافر له بعد شهر في مكان ابعد، واخد بالك، في نفس المحله يعني، لأن لا يجوز نقلها عن محلتها إلا في شروط هنقراها بعدين. أو في واحد أفضل، راجل من أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الصلاح وقائم على تحفيظ الأولاد القرآن ومحتاج، بس الأيام دي كان مشغول شوية مش موجود، فأنا مستني ما يجي عشان أديله، لأن ده أفضل. وهكذا، يبقى كل حاجة على حسب الظروف. إن لم يشتد ضرر الحاضرين، كل ده يأجلها إن لم يشتد ضرر الحاضرين الموجودين. لكن افرض الحاضرين الموجودين يشتد ضررهم ولا يوجد مخرج غيري في المنطقه، يبقى خلاص اخرج للموجود بقى ما اسيبهمش. لكن لو في غيري بيطلع وساكن جنبي وجيراني وقايمين بالمهمه الحاضرين، خلاص استنى انا شويه. ويسن للمزكي ان يدفعها عن طيب نفس، ما يبقاش يعني ايه نفسه متضايقه وهو بيخرجها للناس. والذي يدفعها المالك ولو بوكيله او الامام ولو بنائبه فله بنفسه او بوكيله دفعها لمستحقيها الا ان طلبها امام ولو جائر، ولو جائرا عن مال ظاهر وهو ماشيه وزرع وثمر ومعدن فيجب اداؤها له. يعني اطلعنا بنفسي الا لو طلب الامام جمعها، وانا اللي هقوم بايه؟ حتى ولو كان ظالم في مال ظاهر اديله من زكاه المال الظاهر. طب ومال باطن؟ يعني ما يعرفش رصيدي، ما يعرفش اللي تحت البلاط، وهو امام ظالم، اديله من الايه؟ من زكاه المال الظاهر، والمال الباطن ده اطلعه انا بقى من تحت لتحت الفقراء من جهه ثانيه. واضح؟ لكن لو امام عادل اديله الظاهر والباطن، ما اخبيش حاجه بقى، طالما امام عادل وهيوسعها لمستحقيه خلاص، لان ده اصلا واجب الامام. واضح؟ فاذا خرجتها انا فانا كاني بالظبط يعني بخرجها وكيلا عن الامام في مالي. واضح؟ ايوه. لا لا يجوز الكذب خالص، لا يجوز الكذب خالص. وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن،
فيجب أداؤها له وليس له طلبها عن الباطن، فاخذ المال الباطن يعني مستخبي، وهو نقد وعرض وركاز. ده الايه؟ الباطن نقد وعرض وركاز، يعني الفلوس اللي في الخزنة والبضائع اللي في المخزن، واخد بالك ازاي، والركاز اللي هو ايه، دفين الجاهلية اللي لقيته في ملكي، كل ده ايه خلاص بقى مش شرط ان انا ادي، لكن اطلعها بمعرفتي، الحاجات دي الباطنة دي اطلعها بمعرفتي. كل ده في ايه؟ لو كان الامام جائر ظالم. واضح؟ والحقوا بزكاة الباطن زكاة الفطر، فان علم ان المالك لا يزكي، لو علم الامام ان الملاك الاغنياء ما بتزكيش كويس، فعليه ان يقول له للمالك ده او للاغنياء لهم ادها والا ادفعها الي، واداؤها له افضل ان كان عادلا. يعني اداء الامام للزكاة وتوصيل الامام للزكاة للفقير بمعرفته افضل لو كان هذا الامام عادل. واضح؟ لانه اعرف بالمستحقين، لانه اعرف بالمستحقين. الامام طبعا عنده يعني مؤسسات في الحكومة كتير، يقدر من خلال مثلا مؤسسة وزارة الشؤون الاجتماعية يعرف مين الأسر اللي هي ليست لها عائل، الأسر الأرامل، أسماء الأيتام، أسماء، يقدر عنده استعداد، يعني عنده معلومات غير عندنا، وأنا راجل يدوب بس ساكن عندهم، واخد بالك، يعني عايش في البلد زينا كده، سكان عند الحكومة مش كده برضو؟ طيب. فإن كان جائرا فتفريق المالك ولو بوكيله أفضل من الأداء له، وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله، ولا بد من نية المالك بنفسه، لازم المالك يبقى ناوي إن دي زكاة، أو مأذونه أو اللي أذن له إنه ينوي بالنيابة عن المالك، ولو عند عزلها، ولو عند عزل المال بس، يكفي إن أنا لما أقعد أحسب واطلع الزكاه بتاعتي احطها في ظرف او في درج مكتب، اقول دي زكاه المال عن هذا العام، دي بس النيه، بعد كده بقى اللي يجي ياخد من الدرج ده ويوزع مش محتاج ينوي تاني. خلاص. واضح؟ ولو عند عزلها عن المال كهذه زكاتي او فرض صدقه مالي، وتلزم الولي عن موليه. لو انت ولي على يتيم بتربيه في حجرك، يبقى ايه، والولد ده غني وانت بتطلع الزكاة، يبقى انت بتنوي بالنيابة عنه. واضح؟ وتلزم الولي عن موليه، ولا تكفي نية امام بلا اذن من المزكي الا عن ممتنع بس، يبقى ساعتها الامام بينوي بالنيابة عنه، الا عن ممتنع من ادائها فتكفي منه، بل تلزمه اقامة لها مقام نية المزكي، اقامة لنية الامام مقام نية المزكي. واضح؟ ولو كان عليه دين، خد بالك من الصورة دي، صورة مهمة، ولو كان عليه دين فقال صاحبه جعلت ما عليك عن زكاتي. لو كان علي انا دين، يعني واجب علي ان انا اسدد الدين علي، يبقى انا مدين هنا، فجالي الراجل صاحب المال اللي هو المفروض ان انا اديله، قال لي جعلت ما لي عليك من زكاة مالي. واضح؟ هل يصح ولا لا يصح؟ خد بالك من هذه الصورة مهمة. وكتيرة طبعا بتلاقي الأسئلة فيه. ولو كان عليه دين فقال صاحبه، يعني صاحب الدين، جعلت ما عليك عن زكاتي، لم يجزه على الصحيح. وقيل في رأي ضعيف يجزئه، كما لو كان وديعة، فلو قضاه له. يبقى عندنا الصورة الأولانية دي، لو راح للمدين وقال له ما لي عليك من مال خذه واعتبره من زكاة مالي، في وجهين، وجه صحيح أنها لا تجوز، لأن من شروط زكاة المال تملك الفقير،
انا هنا ما ملكتوش حاجه، ده كله كلام في كلام. عشان كده قال لك الصحيح لا تجزئه لان ما فيهاش تمليك، ده انا حطيته قدام الامر الواقع، ده هو مش عارف يأدي الدين ده وفي نفس الوقت مش لاقي ياكل النهارده. استفاد ايه لما اقول له انا مش عايز منك حاجه؟ ما هو كده كده جعان برضه عايز ياكل. فهمت؟ ومن شروطها ان انا املكه. وانا كده ما ملكتوش حاجه. انا كده خلصته من دين هو اصلا لا يملكه. واضح؟ يبقى انا في الحاله دي قال لك الصحيح انه ايه؟ ما ينفعش كده، الصوره دي ما تنفعش. مقابل للصحيح قال لك يجزئه. وكان الدكتور علي جمعه بيفتي بمقابل الصحيح للناس اللي كانت بتشتغل توظف الاموال لبعضها وبعدين يجي يعجزوا عن السداد. كانت انتشرت الحكايه دي في مصر، الناس ايه تاخد اموال بعضها تشغلها في التجاره. واخد بالك؟ وفي الاخر ما يعرفش يسدد له مال. لان ولا واحد خد مال حد يشغلها له ورده له تاني. دي حقيقه. خد بالك يعني. وبقابلني بقى في يوم القيامه. ما حدش خد مال حد يشغله له واداله نفس ماله تاني، خلاص اعتبر خسرته. هو يضحك عليك الاول كام شهر كده يديك ارباح ويقول لك ده من الارباح، تقوم انت تفرح اكتر تديله تاني. يعني يديك شويه تاني، يعني تفرح اكتر تجيب له اصحابك. وبعدين يديك تاني وهو بيديك اصلا من المال اللي بيجي له. وياخد الباقي يركب بيه عربيات ويشتري بيه مش عارف ايه وعايش ما بيتاجرش هو. لو عايش في المال بتاعك. وبعدين انت تفرح اكتر تروح بايع حته الارض بتاعتك ومديها له. يقوم يديك تاني. وبعدين بعد 5 شهور ولا سنه ولا 2 يجي اول الشهر، ما كان بيديك كل اول شهر يخبط عليك حتى يجي لك. خد. تلاقيه تطلبه على المحمول يقفل. تطلبه في بيته لسه خارج. تطلبه كمان ساعه. والساعه دي ما بتجيش ابدا. تروح تستنى تدور عليه تلاقيه اختفى. تبلغ البوليس وضحك عليك وسلم لي على المترو. قصه لا تنتهي وكل يوم بتتكرر. كل يوم بتتكرر. خدت بالك؟ يبقى تاخد بالك من الحاجات دي. فكان بيحصل مشاكل بين بقى الناس دي، يمسكوا في خناق بعض ويروح للدكتور علي جمعه زمان في الثمانينيات. يبقوا شغالين مع بعض مثلا في ايه؟ في بلاد البترول. ده قاعد في جده بيلم فلوس المصريين اللي بيشتغلوا هناك عشان يشغلها لهم، فهو اصلا شغال على اللي شغالين. والله شفنا ناس كده وعرفنا. والزبيبه بتاعت ورمه قد كده من كتر الصلاه. وخد لم فلوس العالم دي كلها وفي الاخر عاش منها. وبعدين جم الناس بعد 5 سنين طلبوه، اللي ليه 1,000,000 جنيه واللي ليه 2,000,000 واللي ليه 200,000 واللي ليه 500,000، مبالغ طائله. وبعدين يقول لهم يا جماعه والله خسرت يا جماعه، ما انتوا داخلين معايا على المكسب والخساره. ايام ما كنت بكسب كنت بديك، دلوقتي انا خسرت هقطع نفسي. يقوموا يروحوا ماسكين في خناقات بعض للدكتور علي جمعه. كان الحاجات دي ايامها كنت بحضر للدكتور علي جمعه دروس في الثمانينيات، فلاقي العالم دي جاي. يقوم الدكتور علي جمعه كان يفتيهم بالمرجوح. يقول له يا سيدي انت مش عايز تاخد منه 300,000؟ انت ليك اموال اخرى غير ال 300,000؟ يقول له اه. طب انت بتطلع زكاه مالك كام في السنه؟ يقول له مثلا 100,000. قال له خلاص يا سيدي اعتبر ان ال 300,000 دي زكاه 3 سنين، يلا بره مع السلامه، روح ما تطلعش زكاتك 3 سنين. يقوم يحل الاشكال ويمشوا. يبقى كان الدكتور علي جمعه يفتي ايه؟ بالمذهب المرجوح ده عشان يحل ذات البين. هيعمل ايه؟ لكن الراجح لا، ما ينفعش. خدت بالك ازاي؟ طيب لو انا بقى اديته زكاه مالي، يعني انا راجل، الراجل ده عايز اخد منه 10,000 جنيه اديتها له في جوازه، كان مزنوق قال لي اديني 10,000 جنيه عشان اجيب حتى المطبخ، ما هو المطبخ على العريس. مش كده المطبخ على العريس؟ مازال برضه؟ على العريس يا اخي. يبقى انت لسه ما اتجوزتش. لا المطبخ على العريس في مصر كده. مالناش دعوه. الادوات الكهربائيه. فانت اتزنقت بالادوات الكهربائيه وقلت لي والله الادوات الكهربائيه حسبتها 10,000 جنيه وانا واقف جوازي على 10,000 جنيه، تديهم لي وهبقى اسددهم لك براحتي. انا عندي عقد هروح اشتغل وابعتهم لك حواله بريديه ولا حاضر خد ال 10,000.
فاروح انا اديك ال 10000 جنيه، سلم لي على المترو بقى. العقد اتلغى ووقفت وكل حاجه بقى ضاعت، واخد بالك؟ فانت مرت السنه مرت السنه وانا عايز اطلع زكاتي، فانا قابلتك رحت قلت لك يا سيدي انت لسه مزنوق وانا عارف ان ليا عندك 10000، تقول لي والله مزنوق ومديون ومكسوفه قبلك. انا فاكر والله الفلوس بتاعتك بس انا مكسوفه قبلك، ده انا بتجنب الحته اللي بتقعد فيها. اقول له خلاص يا عم ما تزعلش، خد 10000 ايه دي من زكاه مال، رحت انت خدتها تملكتها، تقول لي اهو ديني اهو خدها. دي تصح اجماعا، الصوره دي تصح قطعا، واضح؟ لان انا ملكته والدهني، يبقى انا كده برأت ذمتي من الزكاه وخدت دين، واضح؟ طب راح خد ال 10000 حطها في جيبي، ما يجراش حاجه، حقه فقير ومحتاج خلاص. لكن لو شرطت عليه، افرض بقى، خد بالك الصوره الثانيه، اقول له طب يا سيدي مش انت مديون بال 10000 ومكسوف تقابلني، انا بطلع زكاه مالي، خد ال 10000 جنيه ايه بس بشرط تسدد لي ديوني. يبقى الصوره دي لا تصح، لان مفيش تمليك كامل، لو دراعه، فهمت؟ يبقى لو شرطت عليه لا يصح، واضح؟ فهمت بقى الصور؟ نقرا بقى ونفهم. فلو قضاه له ثم رده اليه عن الزكاه اجزاه قطعا. سهله؟ طيب. الا ان قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك، وشرط الدافع ان يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه. لو قال المدين طب ما تديني يا اخي من زكاه مالك، قام التاني قال له اديك بس بشرط تسدد لي الديون بتاعتك، لو شرط ما ينفعش، واضح؟ فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها. ولو دفع المكس مثلا بنيه الزكاه اجزاه على المعتمد، حيث كان الاخذ لها مسلما فقيرا. المكس اللي هي زي واحد عامل اتاوه على اهل المنطقه، واد عصباجي عامل اتاوه واقف على حدود البلد، مفيش تجاره تعدي الا وياخد، والا هيحرق اللي مش عارف ايه ويعمل، واد عصباجي فارض عن نفس اتاوه. بس الواد ده فعلا المجرم ده واد فقير، واد اصلا فقير، فاروح اديله انا الاتاوه بتاعته واحسبها من زكاه مالي، يجوز. اديله الاتاوه واحسبها من زكاه مالي، يبقى يجوز. ولو دفع المكس مثلا بنيه الزكاه اجزاه على المعتمد، حيث كان الاخذ لها، يبقى بشرط ان الاخذ لها الواد المجرم الاخذ لها ده مسلم وفقير. ما هو كونه مجرم ما يمنعش يبقى مسلم برضه، مسلم بس مجرم، فاعل كبيره لكن برضه مسلم، فاهم؟ مسلما فقيرا. لا الرشوه حرام، لو كنت هتاخد غير حقك، لا لو حقك خلاص. طالما موظف فقير، موظف مسلم فقير، وهديله مال علشان اخد حقي مش حق غيري واحسبها من زكاة مالي، ما فيهاش حاجة، لانه موظف مسلم فقير، واضح؟ انما الرشوة المنهي عنها ان انا اديله مال علشان اخد حق غيري، يبقى هنا لعن الله الراشي والمرتشي، مش كده برضو؟ لو كان يأثم الموظف ده، لو كان بيقبض مرتب يكفيه ولما هياخد هيديك غير حقك، يبقى حرام. اسمعني يا استاذ، لو كان بياخد مرتب يكفيه وهياخد منك وعشان يديك حقك، يبقى حرام عليه، لانه بياخد مرتب يكفيه، واضح؟ بياخد مرتب ما بيكفوش الا 5 ايام، والشهر 30 يوم، عنده 25 ومش مكفين، يعمل ايه؟ وهو ما بيشرطش عليك ان لازم ياخد منك، هو قاعد كده في حاله، انت رحت لقيت بدلته مقطعه وجاي الشغل بتاعه بشبشب، او لابس جزمه من غير شراب، او الشراب مقطع، وراجل شكله غلبان خالص، سالت زميله ده عنده 5 عيال ومراته عامله عمليه في معهد الاورام وحالته عدم تقطع القلب، انت من نفسك كده رحت حاطط ايدك في 1000 جنيه واديتها لي، واخد بالك ازاي؟ لان كانت موسم اخراج الزكاه بتاعتك، رحت اديته ال 1000،
واخد بالك؟ الراجل عرف ان ليك طلب في المصلحه خلصوا لك هوا فرير، لكن ده حقك، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، خدت بالك؟ ما دي مش رشوه، دي مش رشوه خالص، مش رشوه، رشوه علشان انا مسكني عسكري المرور وانا الرخصه بتاعتي منتهيه وبتكلم في المحمول ومش مش لابس الحزام، يعني عامل كام مخالفه، فعلشان اخلص من الازمه رحت حاطط ايدي في 50 جنيه واديتها له، ادي رشوه، لعن الله الرشوه والمرتشي، لو قبلها هو ملعون ولو دفعت انا ملعون. شفت بقى ازاي؟ لان هاخد حاجه مش حق. في قوانين ضابطه للسير في مصر في بلدك وانت رضيت بيها، والحاكم له ان يقيد المحظور لسلامه المواطنين. ممنوع واحد يمشي برخصه منتهيه، ممنوع واحد يمشي برخصه عربيه منتهيه قد تكون مسروقه السياره، مش كده برضه؟ يبقى انا لما اديله رشوه هنا هعين سارقي السيارات ان يركبوها ويادوا بيها مصالحهم وهي مش ملكهم، لانه ما يعرفش يجدد الرخصه طالما مش مالكها، يبقى طالما ماشي برخصه منتهيه يبقى سارقها، مش كده برضه؟ محتمل يبقى سارق حتى ولو باسمه، لانه ممكن يروح مغيرها، مغير الاسم، تفضل الرخصه وغير الاسم فيه، تزوير على ودن، يبقى دي صوره من الصور الحرام، وكل يوم بتتعمل، كل يوم في الشارع بتتعمل، هذه رشوه واضحه. لكن انا واقف في اشاره المرور رخصي سليمه، لابس الحزام، ما بتكلمش في المحمول، ما بعملش اي مخالفه، وبعدين لقيت راجل عسكري المرور واقف كده في الحر وقاعد بيكافح في الدنيا وشكله غلبان صعب عليا، رحت حاطط ايدي في جيبي في 50 جنيه ورحت مديها له وحسبتها من زكاه مالي، جاهز، مش رشوه خالص. فهمتني بقى ازاي؟ بس سهل. فدي صوره ودي صوره، كل الناس عارفاها، كل الناس عارفاها، الحلال باين والحرام باين، واضحه. ولا يصح قضاؤه بها، واحد ياخد فلوس عشان يشتغل، ومش هنروح النهارده يا حسنين، عايزين نخلص. هو انا هحل مشاكل مصر النهارده في مسجد الاشراف؟ لو كان عايز وظيفه وهو يستحقها والشروط الوظيفه دي عليه بالظبط متوفره تماما، واخد بالك ازاي؟ وان ما فيش حد بياخد وظيفه في هذا الزمن الا بكده، يبقى هو مضطر، ويبقى الاخذ حرام عليه والدافع مضطر، لان انا كدافع ماليش وظيفه. طالما متوفره فيك نفس الشروط المطلوبه، واضح، بنفس الكفاءه المطلوبه، وقدمت كذا مره ومش لاقي شغل، وكل ما تروح تلاقي المعارف ياخدوه، واصبح في فساد اداري، وانت عايز بس تتوظف في حته علشان تروح تتجوز، تروح تقول لهم انا موظف في الحته الفلانيه مربوط على الدرجه السامنه ولا التاسعه، وغير العلاوات والحاجات دي، واخد بالك؟ فيبقى انت عايز عشان حياتك تمشي بقالك، كل ما تقدم في حته تلاقي ابن فلان وابن فلان وابن علان خدها، وانت متخرج من نفس الكليه ومعاك نفس الكفاءه، يبقى في الحال انك مضطر. فهمتني؟ لكن انت هتدفع فلوس وهتاخد حاجه والشروط مش متوفره فيك، يبقى حرام عليك، يبقى لعن الله الراشي والمرتشي، واضح؟ وكل ما الواحد يبعد احسن. انا موظف في وزاره الصحه منذ ان تخرجت من كليه الطب سنه 78، دلوقتي بقينا سنه كام؟ يعني بقى لي 30 سنه لم ادفع رشوه ابدا في اي موقف من المواقف ابدا، عشان اخد حقي او حق غيري. شوف قد ايه بقى، وكل ورقي ماشي. أقصى حاجة إن أنا اتأخرت مرة في ترقية، من ترقية 6 شهور، مش مشكلة. إيه 6 شهور يعني؟ بسيطة. كل ما تتجنب أحسن. كل ما تبقى محتاط أحسن، لأن خد بالك إنك أنت مهما احتلت مش هتاخد غير رزقك. أدي الحكاية. فيبقى في حاجة اسمها الورع، احتياط حلو. واخد بالك؟ وفي حاجة اسمها أنا عايز حقي بقى، أعمل إيه وأنا هضيع؟ واضح؟ فاضل دقيقة. ثم رده، طب استنى بس اخلص السطرين دول.
خلص السطرين دول. ولا يصح قضاؤه بها، ولا يصح قضاؤه بالدين ده اللي شرط على المدين ان هو يسدد الدين لو اديها له، ما يصحش القضاء كمان. ولو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزاءه على المعتمد حيث كان الأخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين، خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا. يبقى أمر خلاف أهو، خروج من الخلاف مستحب، واضح؟ يبقى الخروج من الخلاف مستحب. قوله الزكاة أي المعهودة فيما تقدم، يقول وتدفع الزكاة، فقوله الزكاة أي المعهودة فيما تقدم، فقال فيها للعهد الذكري أو الذهني، لأنه جايبها بعد باب الزكاة، فيقول لك وتدفع الزكاة، يبقى الألف واللام للعهد إيه؟ الذكري اللي لسه مذكور يعني. أو العهد الذهني، الزكاة اللي في ذهنك أيها المسلم هي الفريضة، كويس؟ والمراد بها ما يشمل زكاة الفطر، فمقتضى ذلك أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية، حتى زكاة الفطر برضه تدفع للأصناف الثمانية دي، لأنها فريضة برضه. وفيه عسر، وإن كان هو ظاهر المذهب. يعني في عسر إدخال زكاة الفطر في وسط إيه؟ الزكاة دي، يقول لك إيه يعني فيها عسر شوية من حيث الإدخال، لكن هو ده المذهب بتاعنا، إن مصارف زكاة الفطر زي إيه؟ زي مصارف زكاة المال والزروع، نفس المصارف. واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا. أصل الإمام الشافعي أصل مذهبه إن لا يجوز إخراج الزكاة إلا لثلاث أصناف على الأقل من الثمانية، فلازم يقسمها على ثلاث أصناف في الثمانية، ده أصل مذهب الشافعي كده، واضح؟ على الأقل ثلاث أصناف، يعني يجيب ماله كده يقسمه ثلاث انصاص، ثلاث اتلات مال الزكاة، ويطلع تلت الفقير وتلت المسكين وتلت مثلا لمديون او لتلت اللي في الرقاب او تلت في سبيل الله، يعني وهكذا، يعني يختار ثلاث مصارف يطلع زكاته ليها على الاقل. كويس؟ ايه؟ ثلاث اصناف مش ثلاث افراد. ومن كل واحد كمان، من كل واحد في الاصناف دي يفضل يبقى ثلاثة، اصل الآية بتقول للفقراء جمع، واقل الجمع ثلاثة، يبقى لو هطلع في جنس الفقراء اطلع ثلاثة الفقراء، جنس المساكين اطلع ثلاث مساكين، جنس الغارمين اطلع لثلاثة غارمين، فهمت بقى؟ من حيث مقتضى اللغة يعني، فده اصل المذهب بتاع الشافعي كده. لكن بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا الشيخ ايه؟ وإن كان هو ظاهر المذهب واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد بس، ولا بأس بتقليده، ده كلام الشيخ البيجوري بقى، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا. قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به، لو كان الشافعي حي لأفتى به، لتعثر إيه؟ إن الإنسان يعني يدور على تسع افراد، ثلاثة من كل صنف ده كده هصعب عليه قوي، فهمتني ازاي؟ فلما تيسر، انت عارف واحد فقير اطلع كل زكاة مالي ليه واخلص، انقله من الفقر للغنى، واخد بالك؟ واخلص، انا زكاة مالي 100,000 اروح مديله 100,000، مع السلامة، خلصنا منه بقى، مش هشوفه تاني السنة الجاية، السنة الجاية ادور على غيره، فهمتني؟ ده رأيهم كده. قوله الى الاصناف الثمانية، لكن ما اعملش بقى الألف جنيه خمسات جنيهات واطلع الزكاة بتاعتي كل واحد خمسة جنيه خمسة جنيه خمسة جنيه، يفضل فقير فقير طول عمره، ما تحلتش اشكالته، سبت ازاي؟ ياخد خمسة جنيه يروح يجيب بقى ايه؟ يجيب لك شوية سندوتشات فول وطعمية من عند الشبراوي وحاجة ساعة يشربها وخلاص، وبعد ثلاث أربع ساعات جاع تاني عايز ياكل تاني، ما حللتلوش إشكال، فاهم؟ قوله إلى الأصناف الثمانية أي إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال، وقد نظمها بعضهم في قوله، حطيتها برضو في الشعر، لكن على أي حال من غير نظم، هي الآية واضحة جميلة، الآية منظمة، أنا محتاج أنظمها ليه؟ هي الآية جميلة، احفظ الآية أحلى. فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل بس، ما سويش بقى بين العامل وبين سائر الأصناف، فإنه يعطى قدر أجرة عمله، يعني قدر مرتبه بس، ده العاملين عليه، سواء
قسم الإمام أو المالك. نعم، إن قسم المالك سقط العامل. لو أنا هقسم يبقى ما فيش عاملين عليا دلوقتي، ما فيش عاملين عليا خلاص مش كده، وما فيش رقاب وما فيش جهاد في سبيل الله. احنا اصطلحنا بقى وبناخد على قفانا بقى، ما عندناش تصنيع أسلحة مش كده برضو. والحمد لله الجيش بتاعنا بيكسب دلوقتي، وعامل حفلات الأفراح، تلاقي دار الذخيرة بتعمل أفراح وبتكسب، ودار الدفاع الجوي بتعمل أفراح وبتكسب، والحمد لله شغالين كويس وعاملين نوادي وبيعملوا شقق ويبيعوها وحاجات حلوة يعني، بيكسب كسيب الشيخ، الجيش كسيب. يبقى هندفع ليه بقى في سبيل الله؟ يبقى كمان في سبيل الله راحت. الله، يبقى ما قداميش الا الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل بس، يبقى ما بقاش عندي الا الاربعه دول. مؤلفه قلوبهم ما عنديش هعرفهم منين؟ دي لازم اللي يعرفهم الامام، انا ما اعرفهمش الا لو كان جاري كان مسيحي واسلم وعارف انه مضيق الحال عليه، ابقى اديله. ده حاجه نادره دي، خدت بالك؟ يبقى اديله من باب تأليف قلبه علشان يفرح شويه بالاسلام كده، لحد ما يلاقي له شغل، لحد ما يخلص ورقه ويغير اسمه ويغير بطاقته، المصاريف اللي بيحتاجها عند ايه؟ تغيير الدين. يبقى يجوز في الحاجات دي. يبقى انا ما عنديش من المصارف الثمانيه دلوقتي الا اربعه بالعربي. ايوه. في دلوقتي قرارات بتقول ان بناء المساجد والمستشفيات في سبيل الله. ما هو ده اراء حديثه. قال لك احنا نوظف بقى في سبيل الله، هي اصلا في سبيل الله للغزاة المتطوعين اللي ما لهمش مرتب من ايه؟ من الحكومه. ما استريحلوش. انا استريح ان بناء المساجد تبقى من الصدقات المعتاده، لان عندنا الانسان قبل البنيان. يبقى انا ابني مسجد ما احسبوش من زكاه مالي. ده صدقه. تطوع لله. احسب زكاه مالي اللي يروح للانسان المسلم الفقير الحي. ما دخلهاش كمان في تجهيز ميت. لان ده مات. لازم مسلم فقير وحي. واضح؟ يلا. ما هو في علماء اجازوها، بس انا رايي انها تتاخد من صدقه التطوع احسن من صدقه الفريضه. انا رايي كده، ان المشاريع دي حلوه ونؤيدها وكل حاجه انا معاك، بس نخليها. لكن ايه الصرف على الايتام؟ من الزكاه، لانهم الفقراء ومساكين مش كده برضو؟ يعني بيوت الايتام اللي بيعملوها واطفال الشوارع ومش عارف ايه، دي ممكن تدفع فيها من زكاه. التاني ده هيبني مصنع، هيجيب آلات، هيشتري أرض، هيشتري مكن. أيوه، وهيشتغل ناس قادرة على الكسب. ناس قادرة على الكسب. واضح؟ يبقى مختلف. واضح الكلام؟ افهم كلام. فأنا رأيي إن نعمل كده، بس ما نحسبهاش من زكاة مالنا يا أيها الأغنياء. تحسبوها من مطلق صدقات التطوع. وهيتخصم من وعائك الضريبي. مبروك عليك أيها رجل الأعمال، هتخصم من وعائك الضريبي، وإذا رشحت لمجلس الشعب هينتخبوك أولاد الدائرة. مش كده برضه؟ خلاص، يبقى هو كسبان من جهات تانية. يبقى طالما كسبان، ويوم القيامة لو صادق النية هتلاقي ثواب كبير عند الله. خلاص، ما يحسبهاليش بقى بزكاة المال بقى. يجي أحمد عز بتاع الحديد اللي بيكسب قد كده يقول أنا حابني مصانع من زكاة مالي. طب ما أنت عندك مصانع، إحنا ناقصين. ده المصانع بتاعتك غلت اسعار الحديد. خلاص ما يجراش حاجه، هم ماشيين على المذهب القائل ان في سبيل الله وسعوا. ادي المعهد الاورام، ادي المعهد مش عارف ايه لبتوع الغسيل الكلوي. انا لا اجيز هذا، رايي كده. خلاص؟ هو في قهر عايز تقهرني؟ انا حر ان انا اختار من المذاهب ما يروق لي. وأنا أواجه هذا أمام ربنا يسألني. ليست هذه الأشياء تؤخذ من الزكاة، تؤخذ من الصدقة التطوع وثوابها عظيم. لكن الزكاة محتاجة الفقير اللي عنده حاجة ملحة ناجزة وحي عايزها دلوقتي، ما ضيعهاش أنا. لكن المريض ده في 100 جهة بتصرف عليه، لكن الفقير اللي مش لاقي ياكل ده مين الجهة اللي بتصرف عليه؟ ولا جهة بتصرف عليه، ولا حد دريان بيه. صح ولا لا؟ يبقى ده اولى بقى. لكن المريض ده عندك وزاره الصحه، وعندك مش عارف مستشفيات الاستثماريه، وعندك شركات الادويه، وعندك 100 حته بتصرف عليه. او انا كمان هروح موجه زكاه المال ليها. فهمتني بقى؟
خصوصا ان العلاج مضمون النفع والطعام مضمون النفع. فانا اجيب له علاج ولا اجيب له اكل وشرب؟ ادي له فلوس يجيب بيها اكل وشرب وجوز عياله، صح ولا لا؟ انما ادي له علاج قد يكون مضمون النفع، قد ينجح وما ينجحش، وقد يخففه وما يخففوش، واسيب السليم يمرض وعالج المريض يزداد مرض، واقول انا بطلع زكاه مالي؟ انا لا اعتقد ان ده صحيح. وان كان في بعض الفقهاء اللي مش فاهمين الطب شغال ازاي يجيزوا ذلك، لانه متصور ان الطب مضمون النفع، لانه مش طبيب، شيخ مش طبيب، لكن الطب مضمون النفع مش مضمون النفع. واتحدى اي طبيب يقول لي مضمون النفع. مضمون النفع احسن طبيب واشطر طبيب، يعمل احسن تكنيك في المريض المناسب وتلاقي العيان يموت، ما يقدرش يحلف ان العيان هيستفيد ويخف، ما يقدرش في ابسط تدخل ولو في تعصير دمل، ممكن يصلح الدملين يطلع له دمل من الحته الثانيه. ما هي كده صح ولا لا؟ دي معروفه. يبقى انا دلوقتي رايي ان في سبيل الله هي الغزاه، وطالما ما فيش غزو يبقى توقف هذا المكان، يحل محله بقيه الاشياء، نخلص من فقراء المسلمين ومساكين المسلمين والشبان اللي عايزين تتجوز والايتام اللي عايزه تتربى. ما ابنيش انا كل يوم جامع وعندي ايتام متربين نايمين في الشارع، فهمتني ازاي؟ يطلعوا مجرمين وبيشربوا ويشموا كله ومدمنين، ما ينفعش كده، فهمتني؟ لكن نشجع الحاجات الخيريه بس من باب التطوع وليس من باب الفضيله بس. واضح؟ وهتخصم من وعائك الضريبي واطمئن، والناس هتحبك وتدعي لك واطمئن، فهتكسب في الدنيا والاخره واطمئن. واضح؟ بس. فبيقول لك لكن لا يجوز له الاقتصار على اقل من ثلاثه من كل صنف غير العامل كما سياتي، ويعطى فقير ومسكين كفايه عمر. حد انا للفقير اديله ايه؟ 10 جنيه؟ 100 جنيه؟ 200 جنيه؟ لا، اديله ما يكفيه بقيه عمره. تصدق بقى دي؟ يا سلام لو الزكاه اتنفذت كده. يعني الواد الفقير ده عنده 20 سنه ومش عارف يتجوز ومش لاقي وظيفه. اقول له تعالى يا واد انت يا فقير، انت محتاج قد ايه في الشهر عشان تتجوز وتعيش مستريح؟ يقول لي 2000 جنيه. لان هاجر شقه هدفع 800 جنيه في الشهر واعيش ب 1200 لحد ما اعرف الاقي لي شغل. اقول له خلاص انت عايز 2000 جنيه في الشهر، يبقى في السنه كام؟ يقعد يحسبها معايا. يبقى 2000 في 12 ب 24000 جنيه. وانت متوسط عمر المسلمين الوقت 60 سنه مثلا. يبقى انت فاضل لك على 60 سنه كام؟ 40 سنه. 40 سنه في 24 كام؟ يقعد يحسب معايا. يطلع قد ايه؟ ها؟ يطلع قرب المليون. خد يا ابني شيك بمليون جنيه، ما اشوفش وشك عندي هنا تاني. الواد ياخد المليون جنيه يتجنن. يتجنن، لا هينفع كده ولا كده. شوف المسلمين ازاي عالجوا المشكله دي، بحيث ان وصلوا ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز مش لاقيين فقير. ما هو عملوا كده. المسلمين عملوا كده فعلا في عصر من العصور. فاختفى الفقراء في وسط المسلمين. ما بقاش عندنا من فقراء خلاص. شفت بقى ازاي؟ عرفت يحسبها ازاي؟ طيب. افرض واحد يقول لك بس على فكره يا عم الشيخ، وانت بتحسب له المليون اللي هتديها له دي، انا ابويا مات وسايب لي 20000 جنيه في البنك باسمي. كويس؟ نقول له خلاص يا سيدي 20000 جنيه انت هتطلع زكاتها كل سنه. وانت محتاج مليون جنيه الا 20000. اروح مدي له شيك بمليون جنيه الا 20000. يبقى هو بيطلع زكاه وبياخد زكاه. شفت ازاي؟ لان ال 20000 لو قسمتها على سنين عمره ما تكفيهوش، يبقى فقير وهو بيطلع زكاه. لو قسمت ال 20000 على سنين عمره هيخلصها في 10 شهور. صح؟ ما هو محتاج 2000 في الشهر. يبقى خلصت في 10 شهور. وهو اصلا المفروض هيعيش قدامي 40 سنه لسه، متوسط العمر بتاعي كده 60 سنه، وان كان دلوقتي برضه ارتفع متوسط عمر المصريين الى اكثر من 80 سنه. بسبب الرعايه الصحيه وتوجيهات سياده الرئيس وجزاهم الله خير. واخد بالك؟ دي معروفه، دي حقيقه. حقيقه في رعايه صحيه كويسه، في مستوى معيشه كويس، ارتفاع مستوى الناس،
ما بقوش يشربوا ميه وسخه ولا يقوم الدين ظهرهم للترعه، واخد بالك، ما بيعيوش الامراض اللي كانت بتعي زمان وتنرب. فكل الحاجات دي رفعت مستوى، والتشخيص المبكر للامراض، واخد بالك ازاي، والاطباء جزاهم الله خير قايمين بمهمه كويسه وبينسوا الفوط وبطن العين احيانا، لكن بيعالجوها برضه، ما تمشي الحكايه، بيلحق يشيلها بعد يومين ثلاثه ما يجراش حاجه والعين يعيش حلو. يعني ايه الخلاصه؟ ان بقى متوسط العمر ارتفع، خدت بالك ازاي؟ فطالما متوسط العمر ارتفع المفروض دي الوقت. يبقى انا عندي ارمله جوزها سايب لها 60,000 جنيه تربي 3 عيال، ال60,000 جنيه لما اقسمها على 2 عمرها وعمر عيالها تطلع هي محتاجه 3 مليون، بتطلع هي زكاه ال60,000 وبتاخد 3 مليون الى 60,000. شفت قد ايه بقى ازاي الزكاه تخلص؟ تخلص ازاي الزكاه؟ تطلع ازاي؟ بدا الاسلام غريبا وعيده غريبا كما بدا. شوف انت مستغرب ازاي احكام الدين. صدق رسول الله، بدا الاسلام غريبا وعيده غريبا كما بدا. لان احنا بنطلع الزكاه بقى لنا سنوات طويله وقرون عديده غلط. وعلشان كده الفقير بيزداد فقر ويزداد عددا. طلعها غلط اصلا. واضح؟ ده يوم مدي واحد 1000 جنيه يبقى اقول انا اديت، طب ما ال 1000 جنيه هتسد عنده حاجه واحده انتهت. مش كده برضه؟ ويفضل فقير برضه. واضح؟ لكن انت بتسد خليته كامله بحيث ما تشوفوش تاني عند بيت مال المسلمين، ما يعتبش ولا يمشي في الشارع بتاعه اصلا، ده يمكن بعد سنه تلاقيه بيدفع زكاه، بعد سنه هو نفسه يدفع زكاه، بقى ممول، بعد ما كان يعني ايه متسول صار ممول، تحول من متسول الى ممول. شفت بقى الحلاوه؟ ادي الاحكام بتاعت المسلمين. لو الناس تفهم فلسفه الزكاه، الدكتور شوقي الفنجري بقاله 30 سنه يعمل مقالات في الاهرام ومقالات مش عارف في المجلات، ويعمل منشورات ويكتب كتب ويبيعها على حسابه ويوزعها للناس، ويروح لمجلس الدوله ويحضر هنا ويحضر هنا، وماسك الجمعيه الخيريه الاسلاميه، وهو اصلا معاه دكتوراه في الاقتصاد الاسلامي، والراجل عنده دلوقتي من العمر قارب ال70 ومحدش عايز يسمع كلامه لحد دلوقتي. قضى عمره، يا ناس اسمعوني، يا ناس انا عندي الحلول، يا جماعة هخلصكم الفقراء في خلال 10 سنين، مش هتلاقوا فقير في مصر، ومحدش بيسمع. ويدي يدي بيدي ببيانات، يجيب لهم بيانات يحسبها، عندنا كم فقير في مصر، وعندنا الدخل قد ايه، والزكاة تطلع قد ايه، وقسمها على الاحتياجات ومتوسطة العمر في خلال 10 سنين، مش هتلاقي فقير. شوف قد ايه بقى، ومحدش عايز يسمع كلام، محدش عايز يسمع كلام. شفت بقى المصيبة؟ فبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى، ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب، فيشتريان بما يعطيان عقارا يستغلانه. كمان يتحولوا الأغنياء أصحاب أملاك بقى. ما أنت اديته 1,000,000 جنيه هيجيب له شقتين، شقة بنص مليون فخمة على النيلة، بتطل على النيلة، واخد بالك؟ لأن دي مش هتجيبها له على النيل، لازم على النيل لازم يدفع أكتر. فهو يجيبها في أي حي بنص مليون، حلو. وعنده نص مليون تاني يعمل بيه مشروع تجاري. خدت بالك؟ ويعيش حياته مستبخرة. يجيب بقى تاكسيين يشغلهم، يجيب عربيتين نقل مش عارف يعمل بيهم إيه، يتصرف بقى، بقى بني آدم في الدنيا عايش بقى، بيشتغل ويعيش ومفيد لمجتمعه ولنفسه. يستغل، وللإمام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازي. وللإمام يشتري ليهم، لو كان الراجل الفقير ده إدى لأسرته وهو في الغزو مشغول، فيقوم الإمام يقوم بالنيابة عنه يشتري له العقار ويستثمر له أمواله لحد ما يرجع، ويصرف على أولاده لحد ما يرجع. شوف قد إيه بقى المسلمين حلوين. لو رجعوا تاني المسلمين كده لا تجد متسول في الشارع أبدا خالص. وهذا في من لا يحسن الكسب. اللي لا يحسن الكسب، الامام يقوم باستثمار امواله بمعرفته طالما لا يحسن الكسب، خدت بالك؟ اما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشتري بها آلتها، ومن يحسنه بتجاره يعطى ما يشتري به ما يحسن التجاره فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته. طب افرض الراجل اللي جاي لي ده عنده 20 سنه بس في ايده حرفه محترمه، واخد بقى، واد نجار تمام، نجار موبيليا تمام محترم، بس اللي عنده ورشه ولا عنده عده ولا عنده حاجه، مش هديله بقى انا 1,000,000 جنيه ده؟
ده انا هجيب له ورشه واجيب له عده نجاره واجيب له خزين خشب واقول له اشتغل بقى وبيع اشتغل. خدت بالك ازاي؟ يبقى انا كده هجيب له حاجات في حدود بس ايه نص مليون، واسيبه بقى يشتغل لانه يحسنه بحرفه. واضح؟ واللي يحسن التجاره اجيب له سوبر ماركت واملاه له بضائع، واخد بقى اقول له اشتغل وهكذا. يبقى كل واحد حسب ايه ظروفه بقى، بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا، ويعطى العامل اجره مثل عمله. والعامل اللي مش لاقي شغل يقول لك انا بشتغل وفي ايدي صنعه، انا سباك محترم بس مش لاقي مقاول يشغلني معاه. طب انت يوميتك كام اللي تكفيك يا ابني؟ 50 جنيه. يقوم يقول له انا خلاص هديك 50 جنيه لحد ما تلاقي شغل. يدي له 50 جنيه يوميا، مش هيدي له بقى ده غالب عمره لان ده في ايده صنعه بس مش لاقي عمل. يبقى ده مشكلته مؤقته. واضح؟ يروح مدي له اجره يوميه، يقول له عدي عليا كل شهر هديك 50 في 30 بكام؟ ب 1500 في الشهر. تاخدهم كل شهر لحد ما تلاقي عمل. اما تلاقي عمل مع السلامه ما تجيليش تاني. واضح؟ كل دي صور ازاي تخرج الفقير من فقره. مش هتلاقي حرامي، مش هتلاقي واحد ينط على البيوت، مش هتلاقي واحد يشتغل بيثبت على الدائري، مش هتلاقي بقى المناظر اللي احنا بنشوفها دي. خلاص بقى، ما هو ضمن انه هياكل ويشرب ويعيش كويس محترم. اوروبا بجلاله قدرها في حقوق الانسان عرفت تعمل كده؟ ما عرفوش يعملوا كده الى يومنا هذا. اللي احنا بنقول ده عملوا وعملوا في بلادهم، بلاد المسلمين ارقى واعلى لو احنا نفذنا الاسلام، لكن احنا ما نفذناش. ويعطى المؤلف ما يراه الامام او المالك، ويعطى المكاتب والغارم لغير اصلاح ذات البين ما عجزا عنه مما يوفي دينهما. اما الغارم لاصلاح ذات البين فيعطى ما يوفي دينه ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمه. واضح الكلام ده قلنا في الاول. ويعطى ابن السبيل اللي هو واحد غريب وانقطعت بالسبل ومعهوش قطع تذكره طياره، ما عندوش مبلغ يوصله، نقوم نقطع له تذكره الطياره ونقعده في فندق لحد ما ايه يجي ميعاد السفر، واخد بالك، وناكله ونشربه لحد ما يسافر بلده. ده ابن السبيل. ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده، يعني ممكن نعمل فنادق لابن السبيل. نعمل فنادق كده شغلتها ابن السبيل، اللي بيحاسب عليها بيت مال المسلمين. ندي له بس ورقه انك انت تروح تقعد في الفندق ده اسبوع على ما الطياره بتاعتك يجي ميعادها وتسافر. فهمتني ازاي؟ وهكذا. ممكن تتعمل الحاجات دي كلها. وارد كل ده في بلاد المسلمين. ما كانوا عاملين بيوت للمطلقات وبيوت للارامل وعاملين حاجات كتير، واللي غضبان عليها زوجها. كل ده كانوا عاملين بيوت ليه. اوروبا لحد دلوقتي ما عرفتش تعمل ربع اللي كانوا يعملوا المسلمين. ده كانوا عاملين وقف في المغرب لمؤانسه الوحشان. يعني المستوحش اللي قاعد لوحده ونفسه حاجه تسليه، ما كانش لسه لا في تلفزيون ولا راديو ولا حاجه. فسهران طول الليل ومش لاقي حد يسليه، لا عنده اولاد تكلمه ولا حد يتصل بيه ولا بتاع. يوم يطلع الراجل على مئذنه الجامع في الساعه 2 بالليل يقعد يغني ويقول تواشيح ومدائح علشان التاني يأنس بهذا الصوت، ويدوا مرتب للراجل ده عشان يؤانس الوحشه. يعني خطر في بال المسلمين ما لا يخطر في بال احد. كانوا عاملين مسائي في الجماليه هنا للكلاب ويصرفوا عليها عشان كلاب الحي تروح تشرب، لدرجه ان كلاب الحي عارفين بيروحوا يشربوا فيه، حافظينها. الكلب بالليل يجري يروح يشرب هناك ويلاقي الاكل بتاعه. هناك كانت في الجماليه مسقه الكلاب. كان شيخنا ابراهيم الخواص شيخ الامام الشعراني يروح يمسح مسائي الكلاب بالليل قبل الفجر بساعتين بنفسه تعبدا لله، وبعدين يشغل يغلص الهدوم ويروح يصلي الفجر في سيدنا الحسين. حاجات لم تخطر في بال حد عملوها المسلمين في بلادهم. كان في وقف، انت عارف مدينه الامام الشافعي؟ فوقها مركب كده. كان في وقف يجيب حب للطيور المهاجره عشان يملى المركب ده، عشان الطيور المهاجره جايه، لان ابن سبيل الطائر المهاجر ده ابن سبيل جاي من الاف الكيلومترات وبيجي في اوقات معينه كل سنه وبيجي جعان، يقوم يجي يلاقي حب فوق الايه؟ المدنه دي. وفي وقف ينفق على ايه؟ على واحد مخصوص يطلع يطمئن انها مليانه حب باستمرار. خطر في بال الاوروبيين الحاجات دي اللي عملها المسلمين؟ ما خطرش. المسلمين كانوا حاجه ثانيه راقيه، حاجه لم تخطر في بال البشريه المسلمين دول.
واخد بالك؟ لكن احنا دلوقتي بعدنا عن ديننا، وصار الاسلام غريب، واحنا بقينا غرباء حتى في ازمنه. فاحنا قاعدين بس بنبكي على اللبن المسكوب. ونقف عند هذا الحد على اي حال، لان احنا اطلنا عليكم، ونقيم الصلاه ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.